موطني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلتحيا الجزائر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والجزائر أم للأمة العربية والإسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والجزائر خير أجلاد هذه الأرض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والجزائر دائما داعمة لفلسطين وساندة لفلسطين. طبعا أحبابنا الكرام، حلقة جديدة عبر منبري هذا، أنا الإعلامي الفلسطيني حساب الحاج، برحب بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، كل تحية لكم، شكرا لدعمكم المتواصل عبر قناتي أنا الفلسطيني حساب الحاج. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل الله النجاح لنا ولكم، ومستمرين في حلقاتنا، حلقة جديدة. أتمنى في بداية هذه الحلقة الاشتراك في القناة وفي زي جاس يصلكم بكل جديد، احنا بننزل إن شاء الله، وشكرا لكم من القلب. حلقة اليوم الجزائر والحماية الجزائرية بالتحديد تنقذ عائلات فلسطينية بسوريا وتركيا كانوا تحت الرقام ويرفعون أعلام فلسطين. الله أكبر الله أكبر، هم من غير أي حاجة سبحان الله دائما الجزائريين واقفين جنب فلسطين، من غير أي حاجة دائما واقفين جنب فلسطين، ودائما بدفع عن فلسطين، دائما سبحان الله بيقدمون فلسطين الغالي والرخيص، الغالي والأغلى من الغالي وليست بالرخيص، أنا آسف. وبكل تأكيد دائما بيقولوا نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. سبحان الله، الفلسطيني وين من كان وجنبه أخوه الجزائر فهو سند إلو وسند في ظهره بكل تأكيد. في حلقة هذا اليوم أحبابنا الكرام حنفرجيكم والحماية الجزائرية وهي تنقذ العائلات الفلسطينية في سوريا وفي تركيا، اللاجئين لسوريا وتركيا، وترفع الأعلام بعد إنقاذهم، الأعلام الفلسطينية بكل تأكيد وتفتخر وتتباهى. سبحان الله، أنقذوا السوريين كلهم لكن كان هناك عندهم تميز لإنقاذ الفلسطينيين بكل تأكيد، فنحن والله نفتخر بهذا الشعب العظيم ونعتز بهم. تعالوا مع بعض أحبابنا الكرام نشوف هذا التقرير البسيط لوزير الخارجية الفلسطيني وأيضا للحماية الجزائرية وهي ينقذون الفلسطينيين، شاهد معنا. زيارة مثيرة للانتباه وزيارة مفيدة جدا، وخاصة بصحبة معالي وزير الداخلية الجزائري. أنا بحكي له أولا بأول عن الفجوات القائمة لدينا في فلسطين، استنادا إلى التجربة المتقدمة الموجودة في جمهورية الجزائر. ولذلك على سبيل المثال آخر زيارة هون للحماية المدنية، بالفعل يعني ما رأيناه نموذجا متقدما وجيدا متكاملا، له علاقة في التطور الطبيعي والتاريخي. ولذلك احنا على بالنسبة لدولة فلسطين بالتأكيد نحتاج إلى الاطلاع على هذه الخبرة، ولذلك أبقينا مدير عام الحماية المدنية الفلسطيني اللي موجود لدينا في هذا الوفد اليوم، هيكون يعني لديه اجتماعات غدا بشكل موسع مع طواقم، وفي ظل وجود معالي في ظل توجيهات معالي وزير الداخلية وفي ظل وجود مدير الحماية المدنية، بالتأكيد يعني إن شاء الله أنه بيكون في استنتاجات سريعة لها علاقة بالاستفادة الفورية من تجربة إخواننا وأشقائنا في الجزائر الشقيقة. وبالتأكيد يعني احنا متأكدين بأنه حيساعدونا، لأنه احنا في دولة فلسطين نحتاج إلى هذه الخدمة السريعة والمميزة
واللي من شأنها أن ترد. صدقا مهما قلنا ومهما تحدثنا سنبقى عاجزين على أن نوفي حق أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، فأنتم والله تيجان على رؤوسنا ووسام شرفنا على صدرنا. كلمتنا الأخيرة للمتطبعين والمصهين والمبطحين اللي مش عاجبهم اللي بتسوي الجزائر، خسئتم وخسئ من اتبع لكم وخسئ من اتبع لكم، وستبقون اسمكم مسطرة في مزابل التاريخ ولا مكان لكم بين المسلمين أو المؤمنين أو الفلسطينيين، وبإذن الله ستحرر فلسطين إن شاء الله عما قريب. شكرا لشعب الجزائر العظيم، شكرا لأنه دوما حامل لأبنائنا الفلسطينيين في كل مكان، شكرا. ونسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذه الغمة وهذه البلاء، ونسأل الله أن يحمي أهلنا وشعبنا في سوريا وتركيا وفي كل الدول العربية، نسأل الله أن يحفظ أهلنا في الجزائر. والله شكرا لكم من القلب على ما تفعلوه شعب الجزائر العظيم، ومهما قلنا كنا لكم أننا سنبقى عاجزين على أن نوفي حق كلمتنا وشكرنا وعرفاننا لكم، فأنتم تاج فوق رؤوس ووسام شرف على صدرنا. إليه رحمة ابن الكرام، بنكون وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكم كل جديد. كان معكم حسام الحاج، بأمان الله، إلى لقاء جديد.